فخامة الرئيس، السنة اللي فاتت كان معانا رحمة وكان ليها طلب عند سيادتك، استأذنك نفتكره مع بعض. يا ترى احتفاليتنا السنة الجاية ممكن يحضر فيها أصحابنا من قادرونا باختلاف من الوطن العربي والعالم كله؟ ممكن. انتوا مجهزوا وعدوا الدعوات واحنا نعمل الاجراءات كلها. ولان سيادتك دايما بتوفي بوعدك، فالنهارده احنا معانا مريم جايه مخصوص عشان توجه كلمه لحضرتك. صباح الورد يا مريومه. صباح الفل. انا مريم حمدان سويدا، عمري 11 سنه، من دوله الامارات العربيه المتحده. انا اليوم سفيرة للطفل، أطمح أن أكون سفيرة لدولتي في المستقبل. أنا جاية أشكر حضرتك يا فخامة الرئيس على وجودنا أنا وأخواني من دول عربية مختلفة عشان نشارك القادرون باختلاف في مصر باحتفاليتهم اليوم. وأنا حابة أقول أن مصر غالية على قلوبنا ونحبها أنا والشعب الإماراتي. يا مريوبة، انتي منورة مصر كلها. تفضلي بقى يا بطلة، قدمي لنا الفقرة اللي جاية. الحين منشوف القادرون باختلاف من مصر والدول العربية الأخرى في أغنية جدا جميلة مع الفنان أحمد سعد. بس استنى يا أحمد، لما أرحب بمريم كويس بعد إذنك يعني. استنى يا أحمد. أولا يا مريم، يا مريم اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الامارات اللي موجودين النهارده وحتى اللي موجودين هناك. واحنا شكرا يا سياده الرئيس، نحن نحبك. واحنا نحبك كتير. واحنا نحبك انا وشعب الامارات. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا مريم، شكرا. اتفضلي يا احمد.